أي رزق تريد. إعادة استكشاف لمفاهيم الرزق ودورها في زيادة العطاء في الحياة والفوز بالجنان. أي رزق تريد، طريقة تفكير جديدة في تعاملنا مع مفهوم الرزق والسعي له. إنه سعي جاد في عمارة الأرض كأفراد ومجتمعات تساهم في تغيير واقعنا وواقع أوطاننا نحو الأفضل. أن تريد، برنامج يومي يعده ويقدمه الدكتور محمد بوحجي، ومن إخراج خالد المرباطي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات في الحلقة 13 من برنامجكم أي رزق تريد، حيث سنتعرف في هذه الحلقة على الترابط بين التوكل والسعي نحو الرزق، وسنراجع معا الفرق بين الرزق المبني على التوكل وبين المتواكلين في انتظار الرزق. فمرحبا بكم. أيها الأحبة، يعرف العلماء المتوكل بأنه من ألقى حبة في الأرض ثم غرسها ثم ساقها وثم عمل على رعايتها، فهو يبذل الأسباب ومتوكلا على الله في كل مرحلة من هذه المراحل. فالساعي للرزق العام أو الرزق الذي نريد أن يترك أثرا من خلال العطاء، حينما يتوكل يعرف أنه معذور فقط حينما يأخذ بالأسباب. ولذا يقول الإمام الشافعي في معنى حق التوكل في الرزق واليقين به، وذلك بعد الأخذ بالأسباب: توكلت في رزقي على الله خالقي، وإيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن من اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق؟ قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالله تعالى الخالق ورب الأرباب ومسبب الأسباب يملك الرزق ويقسمه بحكمته بين العباد، وطلب إلينا السعي بجوارحنا للحصول عليه، وفي نفس الوقت طلب منا أن نعلق قلوبنا به، فهو مصدر الرزق. لننظر إلى معاني التوكل أيها الأحبة في قصة سيدنا نوح. فبعد أن عقلها سيدنا نوح وتوكل على الله سبحانه حق التوكل، قال تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أي أنه تعالى أغرق أهل الأرض كلهم إلا أصحاب السفينة، وأمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر، وتستوي السفينة على الجبل الجودي لترسي عليه حتى ينزل منه سيدنا نوح وأتباعه، وتبقى السفينة على الجودي عبرة وآية حتى يراها من بعدهم. إذن رزق سيدنا نوح تم واكتمل بالعبرة في العمل، والعبرة في التوكل، والعبرة فيما صنعه الله له وبه بسبب سعيه وأخذه بالأسباب. وهذا هو حق التوكل، وهذا الرزق الذي نريد. التوكل على الله حق التوكل يعني السعي الجاد لكسب الرزق الذي يقوم على العطاء. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. وقد مر عمر رضي الله عنه ذات مرة بقوم فقال لهم: من أنتم؟ فقالوا: المتوكلون. قال: بل أنتم المتواكلون، إنما المتوكل رجل ألقى حبة أي بذرة في بطن الأرض وتوكل على ربه. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: لا أعمل شيئا ويأتيني رزقي. فقال الإمام أحمد: هذا رجل جهل العلم،
فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت رمحي. الرزق أيها الأخوة والأخوات المرتبط بالتوكل الحقيقي يتطلب العمل بصمت ودون حب الظهور، وليتذكر في ذلك قول الشاعر: زيادة القول تحكي النقص في العمل، ومنطق المرء قد يهديه للزلل. كثيرا من الناس إذا ذكر التوكل لم يخطر في بالهم إلا الرزق العام، فهو يتوكل على الله في أمر الرزق الذي ضمنه لعباده كما ضمنه لكل دابة في الأرض. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى: وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. حق التوكل على الله أيها الأحبة إذن هو كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالتوكل هو علاج لمن يريد أن يتحول من الرزق العام إلى الرزق الذي يصنع أثرا، وهو وسيلة لبسط في الرزق. فأنت لو آمنت أن الله سيرزقك بما يكفل وجودك سيتحول تفكيرك إلى العمل على الرزق الذي يحقق الفائدة من سبب وجودك. قال تعالى: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ولكن ضعفنا الفكري للأسف كأمة وشعوب جعلنا ننشغل في أمر الرزق المكفول، فأصبح هو همنا وشغلنا وحديثنا، بينما هذا النوع من الرزق مقسوم كما إن الأجل معلوم، ولا يملك أحد أن ينقص من رزقك مثقال ذرة، ولكنك تملك بجدك واجتهادك أن تصنع الفارقة في الحياة. هذا التفكير هو الذي سيجعلك تسعى لتكسب، لا لكي تعيش، ولكن تكسب لكي تؤثر. واطمئن إن أحدا لن يستطيع أن يأكل من رزقك، ولكن أنت تستطيع أن تعمل على زيادة تأثير رزقك في الوجود. علينا أيها الأحبة إذن عدم الرضوخ للواقع حولنا وكأنه هذا قدرنا، أو نسمي أو ندعي هذا قناعة، ولنتذكر أن حقيقة التوكل مرتبطة بأخذ كل الأسباب، متذكرين شعلة وقل اعملوا وشعلة فاسعوا في مناكبها. فالرضا بالوضع الذي نعيش فيه لا يدعنا نتطلع إلى المستقبل ولا أن نتقدم في الخطوات للسير إلى رفعة بلادنا وأمتنا، وهذا يقتل الهمة ويورث الهم والفتور عن أسباب الرزق الذي ينتهي بالعطاء. ولذا تذكر أنه ما أصابك من رزق لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك كما ورد في الحديث، فلا تتردد بأن تعقلها أولا ثم تتوكل. التوكل في الرزق الحقيقي يقوم على يقيننا بأن عطاء الله رحمة، وأن في منعه حكمة، والرضا بما قسم الله، ومعرفة أن الحيلة لا تفيد في الحصول على الرزق، وأن الرزق العام ليس له علاقة بالذكاء ولا بالشطارة. ويقال أنه أرسل أحد التجار ولده في تجارة، فرأى في طريقه ثعلبا طريحا يتلوى من الجوع، فقال: من أين يتغذى هذا المسكين؟ وإذا بأسد أقبل يحمل فريسته، فانزوى الثعلب وهو يرتعد، ثم راقب الأسد حتى أكل فريسته، وابن التاجر هذا يراقب، وترك الأسد منها بقية لا خير فيها، فقام الثعلب وأكل من فضالته، فاقتدى الولد بالثعلب، ورجع الولد إلى أبيه وأخبره بما رأى، فقال أبوه: أرجو أن تكون أسدا تأكل الثعالب ما بقيت، وأتمنى أن تكره أن تكون ثعلبا تأكل من بقايا الأسود. ثم قال: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، فكن طالبا في الناس أعلى المراتب. أحياها نهجا وقيم، أنثرها خلقا وشيم، أملأها أملا وهمم، أعكس منها صورتي. إنها مسؤوليتي.
إذن لتحقيق الرزق الذي يترك أثرا في الحياة للأبد لابد من مباشرة الأسباب. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولكي نصنع تصورا في مفهوم التوكل في طلب الرزق، تعالوا لنستمع لقصة هذا اليوم. جلس رجلان قد ذهب بصرهما على طريق بيت أم جعفر زبيدة العباسية لمعرفتهما بكرمها، فكان أحدهما يقول: اللهم ارزقني من فضلك، وكان الآخر يقول: اللهم ارزقني من فضل أم جعفر. فعلمت أم جعفر ذلك، فبدأت ترسل لمن طلب فضل الله درهمين، ولمن طلب فضلها دجاجة مشوية وفي جوفها 10 دنانير. وكان صاحب الدجاجة يبيع دجاجته لصاحب الدرهمين بدرهمين كل يوم، وهو لا يعلم ما في جوفها من دنانير. واستمر على ذلك 10 أيام متوالية، ثم أقبلت أم جعفر عليهما وقالت لطالب فضلها: أما أغناك فضلنا؟ قال: وما هو؟ قالت: 100 دينار في 10 أيام. قال: لا، بل دجاجة كنت أبيعها لصاحبي بدرهمين. فقالت: هذا من طلب فضلنا فحرمه الله، وذاك طلب من فضل الله فأعطاه الله وأغناه. فالمتواكل أيها الأخوة والأخوات لم تستقر عنده حتى الحالة المادية، أما المتوكل على الله فقد وصله الله ووفقه. تعالوا لنتعرف ونعمل على الرزق الذي نريد ننفع به أنفسنا والناس من حولنا. تعالوا لنترك أثرا في الحياة ونساهم في بناء أمة، متمنيا أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. أي رزق تريد؟ إعادة استكشاف لمفاهيم الرزق ودورها في زيادة العطاء في الحياة والفوز بالجنان. أي رزق تريد؟ طريقة تفكير جديد.